مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير عصير كتير سهل وسريع. عندي لتر ماي، كوب سكر، ملعقة طعام زهر وحامضة. لبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله. بشيل العرق اول شي على جنب، قطع الحامضة قطع صغيرة بهيدا الشكل مع القشر وبرققن منيح. شفتوا كيف؟ كتير برقق منيح. طريقة كتير سهلة وسريعة ومتواجدة بكل بيت. وغنية بالفيتامين سي. بشيل البزر اكيد. نظف البزر منيح. بتأكد انه ما في بزر. بحطهم بالخلاط. بعبي فوقهم شوية مي لأقدر اخلطهم منيح. بسم الله. هلا هلا شو بعمل؟ بحط المصفاي وبصفيهم بالمصفاي. بعملهم بهيدي الطريقة، بعصرهم بهيدا الشكل. شفتوا شو عم ينزل ماي؟ هلأ بجيب الباقي من لتر الماي، الكمية اللي بقيت من المي. هلأ بجيبها بعبي فوق الحامض هيدا الشكل، والسكر ملعقة طعام ما زهر. أكيد بحركن منيح ليدوب السكر. مندوقن عن جد طعم كتير بتعقد. بقص حامضة بحطها بهيدا الشكل وبصب العصير. هدي طريقة عصير الحامض اللي عملتها انا وياكم. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye-bye.